لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يتعرض الدولي المغربي سليم أملاح لتمييز وعنصرية كبيرة من طرف نادي ستاندارد ليج وأيضا الصحافة البلجيكية، وذلك بعدما رفض تجديد عقده الذي سينتهي مع الفريق البلجيكي في نهاية الموسم الحالي، حيث تم استبعاده نهائيا من الفريق الأول لستاندارد ليج وإنزاله إلى الفريق الثاني، كما يتعرض إلى معاملة سيئة وضغوطات كبيرة من طرف الصحافة البلجيكية التي تهاجم الدولي المغربي سليم أملاح. ولو كان لاعبا أوروبيا أو بلجيكيا لما تعرض لهذه المعاملة السيئة بتاتا، وذلك لمجرد أنه رفض تجديد عقده مع نادي ستاندارد ليج. وكان قد تحدث رئيس نادي ستاندارد ليج عن قضية الدولي المغربي سليم أملاح، حيث قال أنه لن يقدم أي مساعدة للاعب المغربي على زيادة قيمته السوقية في الميركاتو الشتوي القادم، كما أنه لن يسمح له بمغادرة الفريق حتى نهاية الموسم. وأضاف رئيس نادي ستاندارد ليج أنه قرر إنزال الدولي المغربي سليم أملاح إلى الفريق الثاني، وذلك بعد تعنته في مفاوضات تجديد عقده مع الفريق البلجيكي. وطالبت الجماهير المغربية من الصحافة الوطنية دعمها للدولي المغربي سليم أملاح، فما يتعرض له من تمييز وعنصرية داخل نادي ستاندارد ليج وأيضا من طرف الصحافة البلجيكية غير مقبول بتاتا.